السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي هنستكمل معكم شرح منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس Connect 6 Unit 1 الوحدة الأولى Listen 2 الدرس الثاني النهاردة إن شاء الله معدنا مع Listen 2 واللي عنوانه We always work hard We always work hard نحن دائما نعمل بجد we always يعني نحن دائما work نعمل hard بجد Exercise one بيقولي listen and read اقرأ هنا واستمع كمان choose the best logo for mini forest عايزين نختار اللوجو المناسب من الثلاثة اللي عندنا دولت للميني فورست للغابات الصغيرة وجاب لي تكست او نص تعالوا يا ولاد نقرا النص ده ونفهمه ونعرف مضمونه ايه جاب لي هنا في الاول ذا تايتل العنوان بيقول لي ايرث ايد earth aid يعني مساعدة كوكب الأرض بتاعنا وهنا الجنب التاني بيقول لي what is mini forest يا ترى ايه هي الميني فورست ده اللي هنعرفه من خلال النص بتاعنا الميني فورست اللي هي الغابات الصغيرة يا أولاد، لما نعمل غابة صغيرة كده وسط المدينة يعني من أول السطر هنا بيقول لي ميني فورست is an organization الميني فورست دي عبارة عن منظمة which brings The benefits of a forest into the heart of our cities واللي بتجلب لينا بتجيب لنا يعني الفوايد المميزات بتاعت الغابة في قلب المدينة يعني بنجيب غابة صغيرة كده وسط المدينة فبتعم بقى الفوايد بتاعتها بيقول لي these special green areas هذه المناطق الخضراء المميزة اللي احنا هنعملها بقى هيل بيبول بتساعد الناس reconnect اعاده الاتصال with nature بالطبيعه reduce the effects of climate change مش بس كده دي كمان بتقلل التاثيرات بتاعه تغير المناخ and provide safe habitats for wildlife وكمان بتوفر لنا بيئات امنه للحياه البريه طبعا provide يعني بتمد او بتزود save habitats، habitats خدناها قبل كده الكلمة دي يا أولاد اللي هي الموطن أو المسكن يعني، يبقى موطن آمن فور وايلد لايف للحياة البرية اللي بتبقى موجودة طبعًا في الغابة. من أول السطر هنا بيقول لي وي أولويز هارد، خلي بالك هو هنا عمل لي هايلايت كده لكلمة أولويز لأن الجرامر اللي عندنا في الدرس ده adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار واللي واحدة منهم أولويز. عشان كده بيقول لي we always work hard نحن دائما نعمل بجد to identify to identify يعني عشان نحدد ideal uh, open uh, location for our mini forest يبقى احنا بنعمل بجد عشان نحدد الاماكن النموذجية الحضارية بقى اللي هنعمل فيها الميني فورست where people and wildlife need nature most الأماكن دي بيكون فيها الناس بقى محتاجين للحياة البرية أو للطبيعة بشكل أكبر. <applause> يا أولاد لو لو جزء مش واضح قول لي قول لي أعيده مرة تانية إن شاء الله أعيد لكم الفيديو كله مرة الدرس كله مرة تانية. بعد كده بيقول لي we never grow we never grow foreign plants. إحنا لما بنيجي نعمل الميني فورست دي never يعني لا ما بنعملش الحاجة دي. We never grow foreign plants. ما بنزرعش نباتات غريبة أجنبية يعني بنجيب من مناطق تانية بعيدة لا. بناخد حاجات محلية. بيقول لي we never grow foreign plants in our projects. We always use fast growing native trees. إحنا بيعملوا إيه بقى؟ بيستخدموا إيه؟ fast growing native trees بيستخدموا أشجار محلية سريعة النمو and follow effective forest management methods developed by experts يعني هنا بيقول لي يا أولاد and follow effective forest management method developed by experts يعني هم بيمشوا بقى على طرق آه، طرق يعني إيه مدروسة وافكتيف و... يعني ممكن مش نشطة بقى يعني فعالة تمام؟ آه، يبقى هما بيتبعوا طرق آه، في الإدارة طرق فعالة آه، الطرق دي ابتكرها أو طورها الخبراء يعني يعني قصده يقول لك إن هما بيمشوا على خطوط مدروسة مش مش حاجة عشوائية كده وخلاص ده ده معنى Uh, follow effective forest management method developed by experts. من أول السطر هنا بيقول لي We always usually work with local communities to plant and look after the forests over time. مرة تانية بيقول لي we also usually نحن بقى عادة work with local communities بنشتغل مع المنظمات المحلية يعني. منظمات المجتمع المدني يعني to plant عشان نزرع and to look after ونعتني the forest بالغابات اللي احنا بنعملها دي over time على بمرور الوقت يعني بيقول لي we collect data from every forest بنجمع بقى المعلومات من كل غابه احنا we plant a few times a month يعني بنجمع المعلومات من كل غابه احنا بنعملها اكتر من مره في الشهر Uh, this helps us understand the effects of the new green space وده بيساعدنا في فهم تأثيرات المنطقة الخضراء اللي احنا عملناها دي on the people على الناس while the life وعلى الحياة البرية and the climate والمناخ of the area over time على هذه المنطقة المنطقة يعني اللي عملنا فيها الغابة دي بمرور الوقت يعني بمرور الوقت نشوف تأثير المنطقة اللي احنا عملناها على الناس وعلى البيئة وعلى الحياة البرية في الاخير هنا بيقولي we rarely have enough people نحن نادرا ما بيكون عندنا ناس كافيين فور all our projects لكل المشروعات بتاعتنا يعني احنا عندنا مشروعات كتير وما عندناش ناس كتير متطوعة تعمل الحاجة دي so we need more volunteers عشان كده احنا محتاجين متطوعين اكتر to join the mini forest يلتحقوا بقى بالميني فورست موفمنت بالتحركات بتاعة الميني فورست يعني اللي هيعملوها في أماكن جديدة. بعد كده بيقول لي كليك أون ذا لينك تو فايند أوت مور كمان في لينك هيحطه لنا بس هو مش فعال دلوقتي كنت فتحته لكم عشان يدينا معلومات أكتر يعني. ده كان النص اللي عندنا listen تو تعالوا أقرأه لكم مرة تانية يا بيقولي بيقول لي mini forest is an organization which brings the benefits of a forest into the heart of our cities. these special green areas help people reconnect with nature, reduce the effects of climate change, and they provide safe habitats for wildlife. we always work hard to identify ideal urban locations for our mini forest, where people and wildlife need nature most. We never grow foreign plants in our projects. We always use fast growing native trees and follow effective forest management methods developed by experts. We also usually work with local communities to plant and look after the forest over time. We collect data from every forest we plant a few times a month. This helps us understand the effects of the new green space on the people, wildlife, and the climate of the area over time. We rarely have enough people for all our projects, so we need more volunteers to join the Mini Forest Movement. Click on the link below uh, to find out more. Mini Forest is an organization which brings the benefits of a forest into the heart of our cities. These special green areas help people reconnect with nature, reduce the effects of climate change, and provide safe habitats for wildlife. We always work hard to identify ideal urban locations for our mini forests where people and wildlife need nature most. We never grow foreign plants in our projects. We always use fast growing native trees and follow effective forest management methods developed by experts. We also usually work with local communities to plant and look after the forests over time. We collect data from every forest we plant a few times a month. This helps us understand the effects of the new green space on the people, wildlife, and climate of the area over time. We rarely have enough people for all our projects, so we need more volunteers to join the mini forest movement. Is an what is mini forest? Mini Forest is an organization which plants small areas of trees in the middle of our cities. These special green areas help people enjoy nature and help our wildlife, like plants, animals, and other living things. At Mini Forest, we always work hard to find the best urban locations for our forests. Where people and wildlife need nature most. We never grow foreign plants in our projects. We always plant trees that grow naturally in an area, and we carefully look after them until they become a small forest. We also usually work with local communities to plant and look after the forests over time. We collect data from every forest we plant a few times a month. This helps us understand the effects of the new green space on the people, wildlife, and climate of the area. We rarely have enough volunteers to help us with our projects, so we are always happy when people offer to help us. Click on the link to find out more. ده كان النص يا ولاد تعالوا دلوقتي ننتقل لكويستشنز الاسئله طبعا اكسرسايز 2 بيقول لي listen and read again uh, write T for true F for false correct the false sentences in your notebook هنا نمبر 1 بيقول لي the new يعني بيقول لي ضع صح وغلط وكمان صحح الخطا نمبر 1 بيقول لي the new green the new green spaces are only for local people to use هي الحاجه اللي هم بيعملوها دي للناس المحليه فقط لا طبعا لكله يعني بقى الجمله دي فولز uh, يبقى نيجي هنا ايه ونحط اف uh, يبقى هاجي قدام الجمله هنا واعمل اف واصلح الغلط نمبر 2 بيقول لي ذا ميني فورست اورجانيزيشن اونلي بلانتس trees that normally live in the country اه طبعا هي ايه؟ بتعمل الاشجار المحلية فقط يعني. native يبقى الجملة دي T اجي قدامها كده واعمل T تمام. نمبر 3 بيقول لي معلش مرة مرتين Only the mini forest volunteers look after the trees هما ال- ال- الفولنتير هما اللي بيعملوا ال- mini الميني فورست، لا طبعا الجملة هنا F false لأن طبعا with local uh, communities يبقى دي الجملة دي F كده. معلش في مشكلة في الكتابة بس. Number four, believe the organization uses information about the forest uh, for research. بتستخدم المعلومات عن الغابات في الابحاث؟ اه طبعا يبقى هنا الجمله ايه؟ تشي ونمبر 5 لي the many forest اورجانيزيشن wants more people to join اه طبعا ترو الجمله صحيحه الجزء الخاص باللانجويج فوكس الجرامر لو عندنا حاجه بسيطه جدا اسمها adverbs of frequency بيقول لي we use adverbs of a frequency before a verb to talk about the frequency of the action بنستخدم ظروف التكرار دي عشان تبين لنا مدى تكرار الفعل بيقول لي مثال اهو we always work hard to identify ideal urban locations we always يبقى نحن دائما اللي كان عاملها لي في النص فوق بعد كده مثال تاني من في باب لي I don't often see my school friends as a weekend أنا مش 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 عادة بشوف إيه أصدقاء المدرسة في الويك إند في عطلة نهاية الأسبوع بعد كده بيقول لي we use how often بنستخدم أداة الاستفهام اللي هي how often to ask about the frequency of an action بنستخدمها للسؤال عن مرات تكرار الحدث ده يعني كم يعني لعدد المرات لحدوث الحدث ده، بيقول لي مثال اهو: How often do you work in the community garden؟ ترى كم عدد المرات اللي انت بتشتغل في الكوميونتي community garden؟ جاوبه قال له: I work there two afternoons أوي مرتين بعد الظهر في الأسبوع. يبقى عندنا ظروف التكرار مهمين لازم نبقى عارفينهم وكمان أداة الاستفا... الاستفهام بتاعتهم اللي هي how often كم عدد المرات؟ بيقول لي هم هنا never rarely occasionally sometimes often always هنبدأ من فوق هنا always يعني دايما دي حاجة بتحصل بنسبة 100% often غالبا حاجة بتحصل مثلا بنسبة 70% sometimes أحيانا يعني حاجة بتحصل مثلا بنسبة 50% occasionally و rarely يعني نادرا انما نيفر بقى يعني ابدا يعني حاجه نادره الحدوث، يعني تساوي النفي. وجاب لي مجموعه من التمارين بيقول لي circle the correct answer، عايزين نحط دايرة على الاجابة الصحيحة. نمبر 1 بيقول لي the weather is usually ولا never sunny in Egypt in summer. يا ترى الطقس في مصر في سمر في الصيف بيبقى usually sunny ولا never sunny؟ أكيد طبعا بيكون usually sunny أه يعني آه غالب آه عادة بيكون ايه آه مشمس اكيد صعب جدا نختار نيفر يعني نمبر 2 بيقولي لي اي ولا اوفن ايت ديتس از اسناك اي لاف ذم انا بحبهم بقى اللي هو ديتس البلح يا ترى اي ريرلي ايت ولا اي اوفن اكيد طبعا اوفن آه يعني غالبا ما, ما باكل ايه الديتس اوفن عشان انا بحبه طبعا هنا هاو اوفن ولا هاو ايفر دو يو بلاي فوتبول ويز يور فريندز طبعا هنا بساله عن كم عدد المرات يبقى اكيد طبعا هاو اوفن اللي احنا لسه واخدينها حالا نمبر 4 بيقول لي سمر سوري uh, سمير always ولا occasionally بلاي فيديو جيمز بات هي doesn't لايك like them هو مش بيحبهم يبقى always ولا occasionally طبعا اكيد الاجابه الصح اللي هي occasionally أحياناً هو بيلعب وليس دائما. Number five بيقولي we sometimes ولا we always go cycling on holiday, but most days we relax. بس معظم الأيام إحنا بنستريح ما بنروحش نعمل cycling يعني. يبقى ترى sometimes ولا always أكيد طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي sometimes لأن هو مش دايما يعني. Number six بيقولي you rarely ولا sometimes call me now are you angry with me? هو أنت مش عارف إيه بتتصل بيا هو أنت زعلان يبقى معنى كده بيتصل ولا ما بتتصلش طبعا بتتصلش يبقى we rare you rarely يعني نادرا ما بتتصل بيا إيه المشكلة أنت زعلان مني ولا في حاجة ولا إيه ده كان exercise 3 تعالوا بقى ننتقل لاكسرسايز 4 التدريب الرابع واللي هيكون اخير معانا تقريبا بيقول لي put <applause> the words in the correct order to make sentences in your notebook هنيجي في الكراسه بتاعتنا يا اولاد وهنرتب الجمل دي رتبوهم واللي هتقف مع جمله يقول لي في الكومنتات آه طبعا ممكن ارتب ارتبهم لكم بشكل شفوي كده هنا نمبر 1 طبعا هو ما حطليش خط تحت الكلمه اللي ابدا بيها يا اولاد بس دي حاجه بسيطه انا ببدا بالكلمه اللي اولها حرف كابيتال طبعا هنا عندي I am فيها حرف كابيتال يبقى ام usually in bed before 10 ام نمبر 2 هبدا بماي داد اهو حرف الام كابيتال ماي داد always eats a big breakfast in the morning ونمبر 3 بيقول لي دونيا اند وائل are uh, never late for school ونمبر number بيقول لي how often do you go to the uh, dentist جملة سهلة وبسيطة ونمبر number بيقول لي our teacher uh, sometimes gives us uh, a homework on weekends uh, بعد كده بيقول لي uh, the way uh, in فين in in ما فيش حرف كابتر هنا لا في it هو حرف كابتر بيقول لي إيبا it Uh, rarely rains in the western desert يبقى دولت كانوا ست جمل تر... وزي الاكسرسايز اللي فات عندنا اكسرسايز 5 هنا برضو circle the correct adverb برضو نحط دارة زي اللي فات حلو يا أولاد واللي يقف معاه سؤال يقول لي في الكومنتس uh, تقريبا كده نكون وصلنا معاكم لنهاية listen 2 الدرس الثاني انتظرونا في شرح باقي الدروس goodbye